كيف كانت قصة نجاح أقوى مطاعم ولاية تكساس الأمريكية؟ وكيف استطاعت مجموعة شباب عرب من اليمن يوصل اسمهم لكل مكان؟ وشو بصير خلف الكواليس في المطاعم العربية في أمريكا؟ أسئلة كثير رح نعرف إجابتها بفيديو اليوم، فخلينا نبدأ. كثير نسمع المطاعم العربية الموجودون في أمريكا، ولكن احنا ما بنعرف شو بصير خلف الكواليس. فلهيك اليوم رح يكون عندنا تجربة جدا قوية وتجربة جدا مميزة، ومش هيك كمان، في مطعم المفضل. واحنا الآن موجودين في دالاس في مطعم اسمه حضرموت. عشان تفهموا يا جماعة شو يعني حضرموت، مجرد ما اقول لك مثلا البيك في السعوديه مباشره بتعرف انه البيك موجود في السعوديه، مجرد ما اقول لك حبيبه في الاردن بتعرف انه حبيبه هو رمز من رموز الاردن. فبالتالي مطعم حضرموت موجودين فيه الان هو رمز من رموز تكساس يا جماعه، وانا كنت زبون عنده من زمان. فخلينا الان اعرفكم على صديقي ياسر، الا وهو مدير هذا المطعم. فخلينا نشوف اليوم شو راح يوظفني وشو راح يعمل لي. هي يا اهلا وسهلا. تشتغل معانا ان شاء الله وندربك وتشوف الشغله باذن الله، ولكن انا اشوف انه اهم من الشغله اليوم نحن مضغوطين بالايفنت اللي عندنا في إيرفينغ. شو دخل الإيفنت بالمطعم؟ نحن نعمل كيترينج، فنحن مغطين جزء من الإيفنت، 6000 حضور في دالاس، فكمية أكل كبيرة انطبخت اليوم من الساعة 8 الصباح للحين ما شاء الله. تروحوا الإيفنت تشوفوا الحضور تشوفوا الزحمة هناك. ما شاء الله على أزمة السيارات، هذا كله موجود بالإيفنت هون، صرنا ساعة باللفلف بندور على مصفات. طيب شو موجود جوا وشو الوضع الآن رح نعرف يا جماعة. أنا لحد الآن مش عارف هذا الإيفنت لشو، ولكن هنا في ألعاب للأطفال موجودة هون. بلشنا على الحامي يا جماعة، شوفوا شو موجود وراي. أنا أول مرة أكون في دالاس هون، أول مرة أكون بدالاس، وأول مرة أكون بمناطق زي هيك. أنا شفت تجمعات عربية وتجمعات إسلامية، ولكن تجمعات زي هيك أول مرة أشوفها. شوف كمية الناس الموجودة كيف، حرفيا يعني 6000 رقم قليل جدا بالناس الموجودين هون. الآن مهمتنا نعرف هذا الايفنت لشو وكل قديش بصير. يا معلول هلا، يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ كيف امورك؟ الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب، كيف حالك؟ بشار الزابي. لما بيفتتحوا مسجد جديد حلو بيعملوه زي المهرجان، هو الغايه منه اولا بيعرفوا الناس انه في مسجد جديد انفتح. يا سلام. وثانيا انه يتساعدوا، اللي بحطوا اشياء يبيعوها، بحطوا اكتيفيتيز اللي يدفعوا مصاري علشان يدفعوا الملتزمات اللي على المسجد. من هنا ياسر ودانا، فخلينا نشتغل اليوم ونشوف كيف ان نكون جزء من هيك ايفنت كبير ونطعم الناس اكل يمني عربي. شو بصير هون؟ ايش اعمل بالضبط؟ غرف الرز واعطي لخ علوي. حلو. مثل اللحم والدجاج، والاخ ساره والاخ عادل بيحاسبون. كم معلقه بالضبط؟ 3-4 معالق. 3-4 معالق، حلو جدا. وين اعبي، هون ولا هون ولا هون؟ مسكر. هاي جايز، دو يو تيك كارد؟ اوكي. دو يو لايك ات اور دو يو نيد مور؟ Yeah, it's good. Okay, here we go. Is that good? Yeah. Yeah, here we go. They will kick me out, man. Where are you from? I'm from Jordan. Yeah, I'm Palestinian Jordanian. I thought you were Yemeni. No, I'm not Yemeni. I hope so, man. They are cool people. اعتقد انه امورنا بالسليم لحد الان. هو قال لي 3 معالق بس انا بحط 5 زياده، ما بعرفش ليش. كان هون يا جماعه 3. اوكي، مور مور. اوكي، ذاتس ات. جبت العيد يا جماعه. اوكي، هاو كان اي هيلب يو؟ I have no idea. شو عندنا موجود هون؟ This is your shop, right? I have no idea, man. It's the first day. The first hour. Yeah, it's the first day. Yeah. It's some biryani and all the meat. All the meat. Yeah, all the meat, guys. خلينا نسأل الزبائن ليش اختاروا حضرموت بالضبط؟ هل أنا اخترت الخيار الصح في نشتغل عنده ولا لا؟ حضرموت. Because I saw you, ما شاء الله, and then I came. Okay. Good feedback, guys. Because the beautiful smile and the salam. هاتكم محمد الخطيب. هلا جربنا منه. اوكي، هلا جرب. شو رايك بطعم والله حضرموت. شوف يعني حضرموت، يعني حضرموت جد، يعني يا سلام جد حيموتك والله انه زاكي. اول مره باكل يعني مندي زاكي في دالاس. تنصح اي انسان مباشر توجه حضرموت على طول ولا تفكر مرتين روح. طب هو شو الاحتفال هذا اصلا؟ والله ما بعرف، مطاعم واكل جمعه. ليش يا عم طيب ما تعرف؟ شو تقييم لك شغلي؟ والله كفو ما شاء الله. يعني ياسر راح يخليني ولا راح يطردني؟ على طول مدير فرع. مدير فرع هيك بقول يا جماعه. سيدي عندي اخبار حلوه الي وبشعه لك، وكل الناس بتحب مطعم حضرموت هناك، ولكن احمد قال لي انت يا جهاد لازم تكون مدير فرع. فمن هذا المنبر انا بقول لك يا ياسر اطلع برا انت مطرود. اوه اوه اوه، طيب اذا بدك كذا اوكي تعال اوريك. للاسف ياسر طلع اقوى مني، وهذا شغل المديرين هون. لما المطعم الكل يشتغل فيه، المدير والعامل نفس الشيء. فخلينا نركب هاي، وهاي هي منطقة كاملة للعائلات الموجودة هون، بيجوا بغيروا جو وبيقعدوا، بتكون عندهم برايفت اريا تماما من الالف للياء، مخصصة للعائلات العربية اللي بتحب المناطق الهادية لحتى تاكل فيها. كم بتكون رواتب الموظفين في مطعم حضرموت؟ نحن نت مع توظيف زي ما قلت قسمين، المطبخ والصالة. بالنسبة للمطبخ دائما نبحث عن
الناس الشغوفة في العمل في المطبخ واللي عندهم خبرة صراحة. متوسط الدفع يبدأ من $15 وإلى توصل أكثر من كذا بكثير حسب الخبرة يعني. أغلب الرواتب هي رواتب وليس بالساعة معانا. يجيك واحد ماسك قسم معين فهو يأخذ راتب يتقاضاه كل أسبوع. بالنسبة للويتر نحن نعتمد نظام التيب، كل التيب اللي يجي يكون من حق الخدمة. بلاش ندخل على الحامي الآن ودخلنا على الخلطة. هاي خلطة واحدة من الخلطات السرية مزبوط؟ مزبوط. الحين بنعمل مندي الدجاج. يا سلام. هذا دجاج مقطع جاهز. حلو. فاختصرنا عليك نص الطريق بس باقي التتبيل والتزبيط والمساج والتزبيط. مساج. لازم حلو. تعمل لها مساج الدجاج. حلو. القلبز أهم شيء. بهارات حب صحيحة، بهارات خلطة. قلبهم خلي اللون حق المندي والزعفران يدخل في كل الدجاج. يا سلام يا سلام. هذا اللي بيصير في قلب الحدث في المطاعم العربية يا جماعة في أمريكا، وخصوصاً في مطعم حضرموت في دلس. شو هاي البهارات فيها يا ياسر؟ هاي سر المهنة يعني. سر المهنة. أوكي هنا دخلنا على الخط. طب أنا موظف هون لازم أعرف يعني. تجيك جاهزة من المصنع ما عليك. تجيك جاهزة. في مطبخ مركزي يسوي هذه الأشياء. يا سلام. توصل لنا جاهزة نحط ونمكس وخلاص. يعني إشي أنت بتعملوه بيديكم؟ هذا جاهز نحن نعمله بإيدينا. هيك 100%. 100%. بعد كذا خطوة رقم 2 الصوص. صوص الدجاج. أوكي. إخوان ريحة. لا 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 هذا الحكي مزح. الله العظيم شكرا، أنا راح أترك اليوتيوب وأصير أشتغل هون. هذه هي النتيجة النهائية بعد التتبيل والتدليك ورص الجاج مع المعلم والمدير ياسر. هسا عجد بعد الشغل شفته مني، قديش تتوقع انها راح تكون ساعتي لو بدك توظفني عندك؟ لا ما شاء الله ساعتك غالية. والله غالية. سهلة. غالية غالية. بس انت ان شاء الله عجبني الشغل. والله الصراحة انت زلمة مدير يعني ما مش مرتحت الشغل معك، بدي اروح على فرع هيوستن. السلام عليكم. الله معك. على فرع هيوستن، على فرعهم الثاني، بدي اشوف ياسر كمان مرة، خلص بكفي. وصلنا الآن الفرع الثاني لحضرموت اللي موجود في هيوستن، ويا رب إن الآن المانجر اللي يكون موجود هون يكون كثير كويس مش زي ياسر يا جماعة، فخلينا نفوت. وهذا الفرع أول مطعم أكلت فيه لما نزلت على هيوستن، لما عشت هون بتكسس 100 يوم هذا كان مطعمي المفضل دون منازع. وين الشباب موجودين هون؟ يا يا عفو الله شو بتسوي هون؟ الله يخليك ياسر. لسه كنت بقولهم انك انت افضل مدير شفته بحياتي. كيف انطلقت فكرة مطعم حضرموت؟ فكرة مطعم حضرموت هاي من زمان، من يوم ما اجيت لامريكا وانا نفسي اعمل الاكل اليمني اصيل في امريكا. كانت عندي خبرة في المطاعم وفي الاكل وشغف وحب للاكل. حصلنا مجموعة شركاء يمنيين حضارم حابين يستثمروا في المطاعم ويستثمروا في الشباب. بدينا مع بعض، كانت بدايات صعبة مش سهلة، ولكن المطعم صار له اسم وصيل حاليا وسمعه في تكساس بشكل عام. خلينا نفوت على المطبخ الان ونشوف شو بيصير خلف الكواليس في المطاعم اللي زي هيك. هذا هو الفرع الثاني يا جماعه. هذا الفرن بالضبط بيصير فيه لحمه المندي، فبالتالي اللحمه بتصير دايبه وكلها بسبب هذا الشيء العجيب. واو واو واو. هذا الدجاج وهي اللحمه. مظبوط. حلو جدا. شوفوا شوفوا الجمال يا جماعه، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. طلع بتفتفت بايدك قبل ما يصل للزبون اصلا. نو واي نو واي نو واي نو واي نو واي. والله العظيم ولا مطعم نصرت التركي في ميامي. مطعم نصرت التركي لما رحنا عليه كان انه بتباهى انه بطلع قطعه اللحمه. هاي هون بحضرموت مطعم عربي ويمني وانا فخور فيه، بطلع لك قطعه العظم زي هيك وبذوب لك اللحمه زي هيك. هل فقط زباين المطعم عرب؟ لا صراحه المطعم زباينه من كل الجنسيات. في عندك الهسبانيك، عندك زباين هنود يجونك كثير، عندك زباين باكستان، زباين من افغانستان، بنغلاديش، وفي طبعا الزباين العرب وهم الشريحه الاكبر من جميع الجنسيات يعني صراحة. ترى يا جماعة أول ما دخلت أمريكا من أوائل الشغل اشتغلتهم اللي هو فود رانر. شو يعني فود رانر؟ يعني بيأخذ الأكل وبوديه للزباين، فأنا خبرة حتى بشيله بإيد واحدة بحط جهة على كتفي والجهة الثانية بيده ويا رب ما يوقع. هذا اللي بيصير بالضبط. الحمد لله اليوم ما كانش في أزمة لحتى نأخذ راحتنا. فتخيل إنه مطعمك المفضل أنت تكون شغال فيه ليوم كامل. فعنا شباب الآن موصين هذا الأكل ونودي لهم إياه ونشوف شو ردة فعلهم عليه. السلام عليكم. سارب ما تكونوا بتتابعوني يا لا نوي بتتابعوني الشباب خلف وارجع. بسم الله. هاي قاعده عربيه. اوكي اوكي يا هلا وسهلا الشباب احسن ناس والله. لا جد بتتابعوني ولا؟ اوه انا اسالك كثير بالانستغرام. والله الله يجزاك خير. ما شاء الله عايش بهيوستن هنا.
والله تنسى جاي يمكن 3 شهور بس. ما شاء الله ما شاء الله. في البلد كنت اسالك كثير. هو جاوبك؟ ايه عليك. ما تقصر. الله يخليك. شباب انتم بتيجوا هون على حضرموت بشكل دائم ولا هاي اول مرة؟ والله بشكل اسبوعي. بشكل اسبوعي؟ طب ليش حضرموت بالضبط؟ مع انه هيوستن فيها كثير مطاعم، ليش بالضبط يعني حضرموت بعيد عن اي مطعم ثاني؟ طبخ يعني زي ما تقول قريب من طبخ البيت ونظيف ومرة يعني طعمه نفس اللي تعودنا عليه، احنا فاقدين الشيء هنا وحصلناه في حضرموت. شو وضع المنافسة بين المطاعم العربية في أمريكا؟ في كثير يعني مطاعم في أمريكا بشكل عام، ولكن احنا تميزنا بهذا الشيء. على نطاق تكساس عندنا اخواننا في مطعم سبأ شيبا، وأيضا يمن جريل مطعم جديد فتح في شوغرلاند، هذه المطعمين اللي حالياً في هيوستن تكساس وحضرموت، كله أكل يمني وكله أكل طيب، يعني وين ما بدك تروح إن شاء الله يكون الأكل كويس. أخواننا هناك الله يرزقهم ويرزقنا ويرزق الجميع. كل المطاعم يعني متوفرة للزبون، سواء إجا على حضرموت، إجا على سبأ، إجا على يمن جريل، مرحب فيه بأي مكان، ونخلي الزبون اللي يحكم إيش اللي يفضل، يعني سواء كان حضرموت أو مطعم ثاني. عندنا السمك، مندي السمك، شوفوا كمية الصلصة العدنية السرية اللي بتنحط. لا كثير هيك عشوي هيك. خلينا اختبار سريع نشوف شو الصلصات الموجودة هون. هاي اللي سمعتها اسمها سحاوق، اللي بعرف شو يعني سحاوق وشو مكوناتها يكتب لي تحت في الكومنتس. وهون موجود اللبن بخيار، وهون موجود التبولة، وهون موجود سلطة الملفوف، وهون موجود الحمص، وهون موجود البابا غنوج. خلينا نشوف الآن زملائي في الشغل. هاي مان هاو يو دوينج؟ هلا ايش رد عليه يا جماعه؟ بقى ياسر مره بيحكي اسباني، ايش رد عليه؟ هلا يو لايك مندي؟ اوكي خليني اورجيكم الان شوف الموجود على اللاين هون. هاي كومو ستاس هاو ار يو جود. وفي شاب تركي كمان، تخيلوا مطعم يمني عربي في اسبان، وفي عرب وفي يمنيين وفي اتراك كمان. Do you like Yasser? Between you and me, good to know. Honestly, he's really good guy. He's really good as I know. I don't think so. You will see. وين عناوين فروع مطاعم حضرموت في تكساس؟ عنوان المطعم 3758 South Gisner Road, Houston, Texas 77063، خلف الغاز ستيشن فاليرو. عندنا مطعم دالاس، عنوان دالاس هو 3825 ويست سبرينغ كريك باركواي يونت 206 في بلينو تكساس. وهذا الشيء اللي بيميز مطعم حضرموت، انه بيجيب كل شيء فريش، ما في شيء مجمد ابدا، وانما كله فريش. والان وصل، وخلينا نروح على التقطيع. من نفسي الاقي واحد في المطعم اطول مني اقسم بالله. هتفتح وهيك التتبيع صارت جاهزة، والآن بنخليها لبكرة لحتى نطبخها. شو طموح الشباب في التوسع حول أمريكا؟ حضرموت خطتنا ورؤيتنا مبدئيا هي الانتشار في تكساس والولايات القريبة من تكساس خلال السنوات القادمة إن شاء الله، مستقبلا لكل الولايات، ليش لا، بإذن الله 50 فرع بكل ولاية من ولايات أمريكا، ما يردنا إلا منهاتن نيويورك إن شاء الله بإذن الله. بعد 10 ساعات شغل بالفرعين قديش المفروض تكون يوميتي؟ نعطيك 170 في اليومية بإذن الله، تستاهلها وتستاهل أكثر، ما قصرت ويعطيك العافية. حلو، يعني بالساعة 17 دولار. مزبوط. خلصنا شغل يا جماعة، وبنصحكم جدا إنكم تجربوا مطعم حضرموت، وهذا هو مطعمي المفضل للأبد. هيك انتهى الفيديو اليوم، فشكرا لكم من كل قلبي، أشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.